السلام عليكم خوتي، في هذا الفيديو الجديد بالفلوق الثاني من سلسلة تاع القل ندير لكم دي فلوق. المهم هذا الفلوق راح نوريكم لين نروحوا لجوج بلايص. المهم تابعوا معنا باش تعرفوا ايا شاط. المهم خوتي دوكا ها وحنا في البولفار تاع القل المسمى بالكورنيش. المهم ها هو دوكا اول شيء رايحين للفنار اللي ما يعرفش الفنار. المهم دوكا نوري لكم ها هو. المهم ورا الجبل هذاك. المهم دوك تشوفوا معنا الطريق كلين نروحوا. ان شاء الله يعجبكم الفلوق، كملوا معنا. رانا في الطريق هو رايحين للفنار. المهم برك في الطريق كان زوج طرق باش نروحو لها منا ولا منا. المهم راح نروحو في الطريق اللي ما طولش. المهم كملوا معنا. المهم خوتي رحنا احنا منا ها هو. هذا اللي ما يعرفوش هذا الاستاد القديم. المهم ها يلعبوا فيه البالو. بتشوفوا كاين ماتش هنا ها هو. المهم دوكا راح نكملوا معاكم هنا، نروحوا نطلعوا الطلعيه من هاو. المهم راح تعرفوا كلش معانا دركا. ان شاء الله ما يكونش الفلوق طويل ونخليكم سينيماتيك دركا. هاي دوكا نكملو او يعيط ايوب منا قلقنا. المهم ها هو. عم يعيطو الهين يقرأ في المدرسة. اما خوتي دوكا نكملو صرافو الكير برك مدرسه. حنا كاين واحد الدراري قاعد يعيطوا لنا صور صور صورناهم شويه كيما وريتكم في الفيديو اللي دركعاه. دركا حي رايحين منا ها هو. دركا كاين حنا كاين حفله هنا كيما تسمعوا. عشتاش ابريل الحفله هذه كيما قال لكم حمزه. 16 ابريل يوم العلم. احنا قريب نوصلوها وهذا البورد درنا فيه فلوق. الفلوق الاول نتاعنا اللي ما شافوش يروح يشوفوا. المهم ها هو كيما تشوفوا. دوكا عدت لكم سينيماتيك. دوكا دوك ندير لكم سينيماتيك باش تشوفوا مليح. المهم كملوا معنا.
فلوق خوتي الاول كما تعرفوا رحنا لنا رحنا لناها ولزنا رحنا لهين البلايص هذو اللي ما يعرفهمش. المهم البور هاو ديك نوريلكم وهذا هو البور رحنا له في الفلوق الاول. ها هو هنا رحنا منا رحنا لهين ها هو ورحنا وسي الهاو لهنا من المنارة. المهم الفلوق هذا يكون افضل ان شاء الله كملوا معنا. المهم خوتي رانا في الجردة دركا رانا قريب نوصلوا للف نهار تشوفوا ما تشوفوا البدع انتم ان شاء الله. المهم كملوا معنا وراح نوري تشوفوا الرحله تاعنا كيف جات وان شاء الله يعجبكم الفلوق كملوا به. وصلنا لواحد الاوتيل هذا هو ماشي سبونسور هذا الاوتيل خاوتي ولا اي حاجه. المهم رانا في اوتيل مليح راه في الخل اللي يحب يجي ماشي سبونسور وماشي اي حاجه. المهم راه مليح ماشي سبونسور. المهم هو خوتي كل مره نقول لكم قربنا. المهم هو درك نقول في النار ورا الجبل هذا حنا درك نعبوا نروحوا منا كاينه كاميون نحاولوا نشوفوا فيها نعديوا في الطريق هذه تلقاو بعد سكوره هذيك نلقاو لفنار. المهم هنا صالح العومه كما قلت لكم في الفلوق اللي فات وريت لكم باللي المهم ها هو ها هو المهم ها هو اللي يحب يجي يعوم هنا يجي يعوم هنا. المهم نشوفوا هاد البلاصه اللي ديما يعوم فيها ايوب قريب راح تاع على بالك. هاي البلاصه حوتي اللي هنا يعوم ايوب ان شاء الله الصيفه هذه نجيو ليها ونديروا ديفلوب بزاف هنا. المهم نهبطوا وحده وحده ان شاء الله نشوفوا البلاصه ان شاء الله تعجبكم وتزوروا الكل. ها هو لي ماشي من القل فبركة اللي حيب يجي القل فقط اذا حيب يوري له القل كلش يجي على الفيسبوك ما عندي بركة في الفيسبوك ان شاء الله نستقبلوه مليح. هابطين Thank you.
هذا خاوتي هذا شويه ها هو وهذا عاد ما وصلناش. شوفوا النعمه يقولوا في الجزائر ما كاش ها هو هاو حمزه هو شوفوه وفي الفلوق هذا ما عرفتش نتاع حمزه صاحبي الفلوق ها الفلوق هذا ها هو كنا بارد كيما في الصيف قال لك وانا نهبط نعوم هي ما تجي نهبط نعوم ونشوف المهم ايوب حمزه هذه البلاصه يعوم فيها ايوب صح ايوب هنا يعوم ايوب في الصيف هذه نجيو ليها ان شاء الله نتوما وسي اخواني تجيو ليها وتعوموا فيها. المهم اللي ماشي من القل اللي يحب يجي لنا فقط من بلاصه حنا ان شاء الله ونعاونوها بها ونجيبوا لها ان شاء الله ان شاء الله. المهم برك نكملوا كيما وريتكم الفنار توب توب خاوتي توب الفنار شوفي نعاودو فوتين خلاف هاي دير بلاصة هذه على شكل في ها هو سبحان الله الذي خلق هذا كيف تشوفوا ها هو حمزة المهم ها هو طيح منا. المهم احنا عدينا هذه كل دوك نكملوا متأسف هذا كان الفلوق طويل بزاف المهم دوك نكملوا. المهم ها هو خوتي وصلنا دوك الدورة هذه ونوصلوا هذوك كل قلت لك الدوره المهم هذه الدوره سيبو وصلنا. المهم ها هو معنا حمزه وايوب جا معنا في الفلوق الاخر حمزه معنا نوفو فلوق هذا. المهم ها هو هذه خوتي هذه كل الفنار بصح هذه هو المليحه المهم هي طويله شويه باش وصلنا لنا مع التصوار وكلش بصح الحمد لله وصلنا. المشكله ما احنا متردين لك نعوم ولا ما نعوموش رانا في ابريل نص ابريل. المهم شوفوا ها هو وصلنا. المهم حاولت هدوا نهايه المشوار دوكا نكملوا من الهاو وبعد نفضوا الفلوق. المهم نكملوا الهاو هو الهاو دوك تشوفوا معنا شو كاين
داير على اللي كاين الريح. المهم خاوتي فدينا الفلوق تاع اليوم، ان شاء الله عجبكم. متنساوش جيم كومونتير ومتنساوش ابوني في لاشين كما عندنا ايوب حمزه وسيم. تشاو تشاو.